هذا البرنامج برعاية مجمعات حوراء بغداد السكنية. هذا البرنامج برعاية جديدا برنامج ولاية بطيخ. كل عام والجيش العراقي البطل بألف خير. الذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقي. نرحب بكم اليوم. حلقتنا باديها بعيد والسنة هذه باديها بعيد، وهذه أول حلقة بالسنة، وأنا قررت بهذه الحلقة وقررت بهذه السنة أسامح كل الناس اللي غلطوا بحقي، وراح يعني حتى إذا زعلان من واحد راح أخابره وأقول لك كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله سنة خير على الأمة العراقية كلها من عدا قناة العراقية. أوكي، جبنا على العراقية، أنا مناسيكم ترى حاطكم ببالي وبقلبي. وراح يبدأ موسم رمضان مع الشغل، راح تتوزع الأعمال، عبالكم راح أعوفكم تابعكم عمل عمل. نريد نعرف أكو هدر لو ماكو. إحنا من عندكم تعلمنا هاي الأمانة، وريد نشوف أكو واحد من المجلس، مجلس الأمناء، راح ياخذ عمل ينفذه هو ينتجه. الله اعلم، هاي الدنيا الغريبه ما حد يقدر يحزرها لو يعرف ايش راح يصير بيها. واحنا ناس يعني هاي رقابه، مثل ما انتم واجبكم كان رقابه، احنا واجبنا رقابه. شوف شو راح ينصرف، ايش قد راح ينصرف. والله العام سعيد مبين من بدايته، وانا فرحان كلش. واخبار ما دا اقدر اعرف موضوع العراقيه، صدق اكو فيديوهات طشت شفتوهن مال الدراما. ما دام تبدأ توزعون هسه المسلسلات حذركم منافسة، لأن أكو أعمال درامية كلش قوية يعني قريبة على المستويات المعهودة من عندكم، فدير بالكم ترى مو واحدكم هالسنة بالساحة. خلينا نشوف واحد من دني الأعمال. أبو تحسين شو تسوي هنا؟ أنت ما عليك. أنا ما علي شلون؟ اطلع بالحديقة ومو نحتاجك أصيحك. ما أطلع ما أطلع، علي يطلع أبو تحسين. قلت لك اطلع برا. تعال ابو تحسين، تعال نروح للغرفه. فتح الباب، ليش تعامليني هيجي؟ فتح الباب، فتح الباب، انا احبك، ليش هيجي تسوين بيه؟ ما تلقين واحد مثلي يحبك. ابو تحسين شو يسوي جوا يمك؟ حكيني شو يسوي ابو تحسين يمك؟ مو انا احبك، احبك انا زوجك، شو يسوي ابو تحسين يمك؟ حكيني حكيني. سعادة كبيرة، افتتاح سنة عظيم، كان افتتاح شارع المتنبي. من تروح هناك تحس وأخيرا هذا الشارع اللي تحبه أنت وصار لك سنين تروح هناك، وبس بالنهار هو حلو بالليل ما حلو. اريد نشوف لقطات احنا صورناها من أنا رحت زرت الشارع. واليوم راح يكون عندنا لقاء ويا أبطال هذا الإنجاز اللي أعادوا ترميم شارع المتنبي بمساعدة الجهات الحكومية. وقلبي مدى ينطيني عفو الموضوع، والله يعني الأعمال حتتوزع، أنا مراقبكم يعني وخالكم بقلبي، وأتمنى هيك أجي يعني يم الغرفة مالتكم من دا توزعون الأعمال وأوقف برا وأقول لك أبو تحسين المدى تطلع أعمال، أبو تحسين أبو تحسين المدى تطلع أعمال السنة، أنا وياك، أنا مرابط على الخط أبو تحسين.
اي نروح نشوف الحجية. حبيبتي اختيار شي الاغاني كلش مضبوط بحيث بعد ليله حلوه شمس صمتتنا صمت. حبيبي افتوا قلبك بهالصوره شلون حلوه ايش قد احبك اني. والله حبيبتي كلش اكرهك انا من ورا هالصوره. ليش؟ يعني انا اجلس اليمانيه حتى زور القاد مليون يوم واخذ صوره ويا البرج، ليش قاصه من الصوره؟ بس البرج مبين يمي، انا وياك واحد يا فيفي. هاي مو امك بالصوره؟ يا امي ما تشطين خليني اشوف. ماكو حبيبتي، هاي انت دي تراوالك حبيبتي. هسه خلنا في التليفون وناكل. شو البنات وجههن اصفر. الله شنو هاي؟ مو مال لعبه الحبار هذا المسلسل اللي كله كتل ومسابقات جابه هنا الحجيه ماكو غيرها. عرفت بينا مكذبين عليها مرايح للهند على مود العلاج جايين هنا لسليمانية على مود نتونس. حبيبتي يا حجية يما أعزائي البقتش، أهلا بكم في لعبة الحبار مع الحجية. اللعبة القادمة هي شو راح اسوين بينه؟ لا تخاف يمه، ما راح اسوي لك شيء، هذا خيالك راح ويا مسلسل لعبة الحبار. بعدين انت مو كنت راح اخذ البقشة للهند اغسل كلياتها غسلتها بيدك ون ان شاء الله. يمه صحيح، مو احنا شنو لما ها وسوينا العملية ونجحت الحمد لله. الحمد لله. بس شنو ترانزيت؟ ترانزيت؟ اي اي صار بسليمانية. بسليمانية اي. كنا نتونس. ما قلت لي ذني السرنجات منين؟ ذني لا ذني صديقاتها و... صديقاتي وهنا عايشين بسليمانية. اي جو يزوروها ويتحمدوا لها بالصحة. اي انت بيتكم بسليمانية مو؟ صحيح بالبلديات مال سليمانية ملعب الخماسي. النوب تندر حتى بالبلديات. قولي لي فريق برازيل البلديات بعد ياخذ البطولات. وانت السرنجة الثانية بيتكم بالنعري هم الملجأ. قولي لي ابوك بعد ما طلب الرعد ابو الاقساط لو ده يغلق التليفون وما يجاوب. اي بعد ما طلب شو تريدين منه؟ انا شو تريدين منه؟ يمه اداء فايروس هنا ما يفيد، احنا بولايه بطيخ، اهدي. المهم يا بنات اهل كان ينتظروك بالسيطره. افلتن فاعله خير. بعد شلون يركض الركض السرنجات؟ فيفي ما تحكي ويا امك، البنات انا جبيتهن. ستي بالك من البنات، خلينا نشوف شو راح تسوي بينه. ها شنو جايبين سمك مشوي؟ اي يمه اي. تعصرون فوقه ليمون؟ اي انا احب الليمون. اول مره اشوف حموضه تاكل حموضه، بحيث من وراكم حتى الجبل يصير بيجالي. بوم في منتصف الجبهه. سكت امك. حبيبتي هسه انا احكي وياها. يمه احنا قابل شو مسوين وانت تحكين انا هيجي؟ يمه كذبتوا علي. وانا اللي يحكي صدق هم ما صدقه. لا يمه ما كذبنا عليك. اخذت من عندي 2000 دولار حتى تعالج البقشة. طلعت جايين سفرة هنا لسليمانية. اجن بيتك ام السفرات. وابوك الله يرحمه مات وما اعرف الموز يتقشر يا الله ينوكل. يمه شنو هالحكي هذا؟ لا تحاسبين على الفلوس، احنا واحد. لا تخليني هسه اخذ موقف حازم. اه يمه يا حازم دخلت الغريب بيناتنا. يمه اني وليدك اعتذر. وش تريدين؟ انا حاضر. خوش يمه لعت.
تسفرني اتعالج بالهند واسوي ترانزيت بالمالديف وبتونس وبمصر وارجع لسليمانيه، ولا اقول لك خل ابقى هنا بسليمانيه الاجواء تجنن النوم والبقشه. اي مو بس على هالحكي راد انه هواي فلوس. دونت وري بيبي، احنا مو واحد. فاني سويت بعت السياره مالتك. شلون؟ بس يما بيها طخه بتشاملغ، ليش ما قلت لي بعد هلي نزلوا 7 ورقات من سعرها. فوقها 7 ورقات، ليش بيش بعتيها يما؟ يما بعتها ب 15,000، اعطوني نص المبلغ والنص الثاني على التحويل. ويلي يا بي يعني راحت السياره. بس الفلوس ما كفن، فلذلك بعت الذهب مال البقجه. الحجاب بيعتي. بس بالنسبه للقلاده اللي كانت ضايعه وبجيتي عليها وخليتي هذا الدتشه يجيب لك وحده، ترى لقيتها وبعتها بخوش سعر. يا شنو يا قلاده؟ قلاده هسو؟ ها؟ ليش تكذبين علي؟ ما كذبت عليك، بس مو وقت على ساعتين بيك. يمه يعني هسه احنا رجعنا للصفر. يمه لو ترجع للصفر وتطلق هاي البقجه هواي احسن لك. طلقني الي؟ غلطانه بيبي. شوف فوفو حبيبي عندي سلفة 30 مليون، بس أنا كظامتها عليكم، بس أرجع أشتري لك سيارة ونشتري ذهب لا تهتم. قصدك هاي كظامتها بالسقف الثاني ومال الغرفة مو؟ لعد أنا شلون جيت لسليمانية؟ ها شنو يمه مشتري سيارة؟ جبلية يمه، أنا ما أقدر، متعودة من صغري على الجبلية. السلام عليكم ابو مخلد. عليكم السلام. بارك لي صار عندي ناي وتحسين. يعني هسه نصيح لك ابو تحسين؟ اي ابو تحسين. شو تسوي هنا ابو تحسين؟ انت ما عليك. ما علي ايش؟ لا هذا ابو تحسين جاي دا سلمى راتب ومكافاه، وانت اطلع بالحديقه، من نحتاجك نصيحك. ما اطلع اذا ما يطلع ابو تحسين. ما اطلع. لو رح نستلم من غرفه المحاسب سويه. ما عليك ابو تحسين، امشي خلى سلمك راتب من غرفه المحاسب. افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب. ابو تحسين شو يسوي جوا يمك؟ حاكيني. افتح الباب على فاضل، مو انا المراسل مالتك واحبك. ابو تحسين شو يسوي جوا؟ حاكيني حاكيني. تم عليك. ما عليك شلون؟ وصلت داير؟ انا قاعد اتشاطر دايرين، داير يعني شقه والله، روح البساط دخل. انا قاعد اتشاطر وهذا بها هذا كله ينزل. قاعد اتشاطر وياه لان هو سوى، انا بس الجمهور الحقيقه ما ناويش تحكي، بس هو استفزني لهالدرجه. لا اوكي؟ اي اوكي هسه الحكي اللي جاء عم تاخذه جاء عام. شي يجي عندك اخذ، لان هو هاي المؤامره الدنيه اللي سواها بالصوت حتى من اعيد الحكي كله. ما عندي شيء، ما عندي شيء. برنامج مالتي بكيفي، كيف الصوت اسمه اسد صوت. اوكي تاخرنا. ليش تاخرنا؟ تاخرنا صار لي ساعه دا احكي، قلت ادير صوت سوى روحه ما سمع. اوكي وقعد وقع موبايل، وقع فدوى لك الصوت كله وقع عادي. زين ما يدير صوت، هاي وحده. اثنين قبل هذا نشتغل، وهذا رد كان يقول استعدينا نريد نبلش. كان شو يقول؟ قال ها الرام، وين الرام؟ الرام ماكو. لا يابا لعشان الرام يعني جمهورنا الرام اللي سجل عليه صوت ما خاله بالهاي بالريكوردر. لعد شو الظن يابا؟ شنو راح اسجل على قالب الثلج اسجل الصوت؟ لحد غير انت كان مستعد الموضوع. اوكي هسه الصوت كله موجود، اخذوا مونتاج تاخذون من ذاك، خصوصا السيرتات اللي شفنا بظهره ضرب الكاميرا تسجل الصوت ضاره ضاره وانا بالكاميرا. بس انا مدير التصوير تقبل يشتغل ببلاش؟ لا الحرب استمرت. ظهر الخيانه، هذا الخيانه الخان هذا بالصوت. تعال علاوي، تعال حبيبي، تعال حبيبي. تعال تعال ولو مجروح بس يلا نفسيا لو معنويا لو جرح بالجلد منه بالصوت جرح بجلد ما ينسي ترى جرح بالقلب. زين انا اقول لك شغله، قل عندك استعداد هسه تتمرغل بالقاع؟ ذب القمصله بهالبرد هذا؟ الفن والمجد يستحق. وبالصوت هم يستحق. وبالصوت هم يستحق. اوكي. اضحك اضحك اضحك. مشهد كامل على بالصوت، مشهد كامل بالفانيله بالقاع. والمجد وين المجد؟
مجد. مجد بعيد زين. مجد صلنت ما اذكر. صلى بهذا المشهد؟ بهذا انه صلى المشهد. اوكي خلينا نروح نشوف هذا المشهد هديره بالصوت. نرحب بكم حلقة جديدة من برنامجنا خوارق من بلادي. برنامجنا رائع، برنامجنا رهيب، وخلنا نتذكر أهم الحلقات بهذا الشهر. تذكرون يا الحلقة الأخيرة اللي استعرضنا بها الشخص الخارق اللي قدر يجر طيارة بسنونه، وقبلها الشخص الخارق اللي جر السفينة بإذانه، وقبلها الشخص الخارق اللي جر القطار بردانه. اليوم ويانا شخص آخر، وقبل ما نعرف هذا الشخص خلونا نرحبه بالصوت الحساس اللي وياي. خلنا نتعرف على الشخص الخارق الجديد. الكاميرا هاي راح اصل اليه، ارجوك لا تخذلني لا تتعبني. اسحب لي البوم شاريه خارج. مرحبا، اهلا وسهلا بك. وهذا هو الشخص الخارق اللي حكيت لكم عنه، الشخص البطل، الشخص الرائع، عنده مواهب خارقه، عنده اشياء حارقه، عنده اشياء تعبر الخيال. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا حبيبي. اعتقد غلطانين بالعنوان، انا اعرفك متابعك بالتلفزيون شايفك لا ما تفشيني قدام جمهوري. لا اعتذر من لا لا انا جمهوري كبير مو صغير. اسف حبيبي. لا 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 اسمح لي بعصاره بالصوت. لا خطيه، هذا مو زين، البرد عليه يؤذي فقراته، لازم تقول له. لا ما اقدر اتحكم به، هذا بالصوت الحساس اللي اختاريته من دون الناس، هو راح يقود الصوت مثل ما هو يريد. شوف تحرك حساس. اريد افتهم شغله، انت خارق لو لا؟ انا لا، انسان طبيعي والاشياء اللي اسويها طبيعيه، بس الناس تشوفها خارق. اذا احنا متاسفين جمهور العزيز، راح اعوضكم، عندي واحد مربي مجموعه. بس دق التليفون ممكن ارفضه وتكمل. لا راح يرفض التليفون، رفض التليفون. نشوف شنو الموضوع، خلينا نعرف ليش رفض. نساله هو راح يجاوب ليش رفضت. رفضت لانه انا اللي عندي شغله وياه، مو هو عنده شغله وياي. الله الله، سمعت ولا؟ الله اكبر. هو رفض ليش؟ رفض لان ما يريد يكلفه، ما يريد يخسره رصيد. في بعض الاحيان نشوف ناس تظل تحكي تلغي، ونقول له مو واتساب وما يسد التليفون، لكن صاحبنا صديقنا الرجل الخارق اللي قدامنا رفض حتى ما يخسر صديقه رصيد. خلينا نسمع اتصالات، متاكد راح نلقى شيء. انا متاكد راح نلقى شيء يا اخوان، متاكد. بس اسف ممكن اقطع تصويركم، اكمل التليفون وارجع. لا لا احنا وياك، احنا وياك، كمل. الو هلا معاد. وملاحظ القضية أنه صديق معاد مو أصلي، لو أصلي كان صار. شلونك معاد حبيبي؟ معاد بس على مود، قبل أسبوع أخذت من عندك 6,000 دولار، قلت لك أرجعهن ورا 6 أشهر. إيه حبيبي، اليوم أنا جتني فلوس وأقدر أرجع لك إياهن اليوم بالليل أو على فراغك باكر. الله الله الله، أحفر 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 أحفر. بعد 6 أشهر المفروض أرجع الفلوس، لكنه ما قبل، قال راح أرجع له الفلوس هسه، ومن حقه بالصوت يحفر، ومن حقه أحتفل، ومن حقك تقول. الله اكبر. الله، اسف اخاف الوقت مو مناسب. يلا حبيبي اتواصل وياك بعدين، لان هسه يعني عندي شغل. انت اذا تعتبر نفسك شخص مو خارق، مع انه اذا ترجع الفلوس قبل موعدها، واللي نعرفه احنا لما الواحد يتداين اول شيء يسوي يقوم يغلس، يعبر الوقت، يسد تليفونه، يبدل السيم كارت، وراه حتى ممكن يطعن بعرض وباخلاق الشخص للداين منه. هذا هاي طريقه الدين، وين متعلميها بيا مكان؟ انت ليش تريد تسويج؟ اريد ابني ثقه وين الناس. لاحظ عزيزي الملاحظ، شاهد عزيزي المشاهد، يريد يبني ثقه مع الناس، ما بنى بيت، ما بنى حائط، ما بنى مستقبل، انتهى. يبني ثقه مع الناس وانت ايش تعلق؟ الله اكبر. تسمحوا لي احكي موضوع؟ تفضل هنا، انا تفضل هنا. بالبدايه اعزائي المشاهدين، احنا نحب نتعرف على ضيفنا الجديد. من حضرتك؟ مو مهم كلش، احكي لنا شنو الموضوع. اولا هذا رفعت راسته من المنطقه. رجاء يعني لا تحكي هاي التفاصيل. اتمنى ما تداخل ويانا، اتمنى تخلي الولد يحكي. اوكي كمل. اصدمك بشغله؟ اصدمني. جهال ديل ابو طوبه. بالشارع. اي طبعا. اي ابره الطوبه عليهم. كسرت الجامه مال الصاله مالتنا. وكسرت الجامه والصاله. بالضبط. هو سوى ما شق الطوبه، طاهم اياه. بس تحت مرخصتك تعليقك شنو؟ الله اكبر. اخوان انا ما احب احد يسلط الاضواء على حياتي الخاصه. ممكن اصدمكم بعد؟ اصدمنا بعد. متربي ومن عائله مترباية. من عائله مترباية؟ بالضبط. يعني مو بس متربي، يعني مو بس تخارق، الوالد هم خارق؟ يعني احنا من عائله مترباية وهذا شيء طبيعي. غير احكي لي شيء عن والدك. يعني مثلا احنا ابويا ايام الجمعة والسبت والعطل ما قعدنا من الصبح، يعوفنا نايمين للعشرة للدعش، وما يجيب السراحي مال ما يذبح على راسك، ولا يدزنا على شغلات تعبانه، ولا يخلينا نغسل السطح، ولا يدزنا على الحصه، ولا يقول لك رادوا قعدوك وانا ما خليتك. لا مستحيل ابوي يسوي. بس اسمح لي محتاج وقت شوي بسيط. سلمى البوم. امسك انطيني حساس، انطيني حساس.
الله اكبر الله اكبر طيني. مو بس الوالد، الوالده هم بصراحه. الوالده هم عندك بيها مميزات؟ يعني ما بيها مميزات بس. احكي لي عن الوالده، ايش فيها الوالده؟ راح احكي لك عن الوالده، يعني مثلا امي من تريد تدزنا على شيء ما تضربنا بالشفشير والنعال. وبالتدريس شلون همك؟ درسني طبيعي رياضيات، حتى اذا ما اجيب درجه ما مجاوب زين ما تعضني منه. ولا من خدك؟ ولا منه. شنو تعليقك على الموضوع؟ الله اكبر، امسك. صير انت بالصوت. امسك. حره حره. أنا من أمي أو أبوي يدزوني على شيء حتى لو شيء بسيط، حتى لو ريمونت، يعني ما أقول لهم هسه أجيبه. شنو تعليقك على الموضوع؟ بدأ يتراقص، بدأ يتراقص. إذن وصل وين؟ وصل للذروة مال الإحساس، هاي النشوة بالعافية عليه. ولا تقولهم فدي شوية؟ أبد ولا أقولهم فدي شوية. ليش؟ أعوف الفيديو وأروح أجيب الريمونت أو أجيب أي شيء هم يحتاجوه. احكي لي على الأصدقاء. علاقتي بصراحة قبل ما تحكي على الأصدقاء، أني أريد أخذ بعد شهادات من عندك حول الموضوع. لا مو مهم، كمل. أصدقائي بصراحة والمجتمع اللي داير مداري، علاقتي بيهم جيدة جداً، لأنه أنا بالسوشيال ميديا يعني زين. شو تسوي؟ يعني إذا صديقي علقت له بنية زميلته بالكلية ما أفوت لها على الخاص أسحفلها. هذه واحدة، بعد شنو عندك؟ يعني بعد إذا قاعدين أنا وصديق أو أنا وأي واحد أعرفه وهو عنده علاقة ببنية حاكي لي عليها ودزت له صورة، ما أقول له شوفني هاي الصورة، لأنه أنا رد أحترم خصوصيته بعلاقته ويا حبيبته. مثل ما أنا تجيني صورة، والبارحة جتني صورة من بنية. أقدر أشوفها؟ لا شوف. لا حبيبي، هو أنا ضد هذا الموضوع أصلاً، لأنه عيب. أنا أريد أكافح هذا الموضوع، أنا ما أريد أشوف صورة البنية. أعزائي المشاهدين، انقلب فليت أخلاقي يريد يكافح بالسوشيال ميديا بعض المشاكل أو كل المشاكل. أنا اللي فاجئني إنه أكو تفاصيل بسيطة بحياتنا الاعتيادية الناس تتفاجئ من واحد يسويها، يعني مثلاً الأصول. الأصول؟ عن شنو تحكي؟ الأصول. يحكي عن الأصول. سلم الصوت. سلم الصوت بسرعة. سؤال مهم، راوين الحساس دي سربي، راوين الحساس دي سربي، ارجع لي بعد ما شفت الحساس. أنا أريد أسألك سؤال، احكي لي بعض التفاصيل عن موضوع الأصول. بالعادة من نروح خطار حتى وان رحنا البيت جدي نتصل بيهم نقول لهم عندكم أحد نقدر نجيكم، ما نقدر نجيكم اليوم، وحتى إذا رحنا الأقاربنا يعني ما نخرب أثاث البيت بصراحة. والأطفال اللي عندك شنو؟ يعني ذاك يوم كنا ببيت أختي كسروا مزهرية، طلع أبويا الساعة 10:30 بالليل راح اشترى مزهرية من ساحة عنترة من العظمية ورجع في البيت أختي. طلع اشترى مزهرية؟ من العظمية الساعة 10:30 بالليل. أنا ما راح أعقب، بس أسأل سؤال، هذا الكرسي منين جاب هاللحظة؟ وعندي هم بيت عمي وبيت خالي، ويعني كل أقاربنا إحنا تصور ياهم مواقف، بس يعني ما أقدر أحكيها خوفاً على مشاعركم وصحة الأخ. أبداً أبداً، إحنا نحب نقول لك بهاي اللحظة إحنا دائماً ببرنامجنا خوارق من بلادي ننطي بنهاية الحلقة من نتأكد إنه الشخص هذا فعلاً خارق ننطي شهادة تقديرية تعلق لنا إياها بالهول. أنا بس يعني عذراً ولا أقاطعك، آسف من عندك، بس أنا ما أحب أخذ من عندك شهادة أو ما أقدر أخذ من عندك شهادة بصراحة. ليش؟ إحنا ما نقدر لا نستخدم دريل ولا بسمار بالحائط، فما نعلق شيء على الحائط. يعني بالهول انتم ما تعلقون شيء؟ لا طبعا، احنا يعني ما نريد نزعج الجوارين، احنا بيتنا ما معمري صار له 20 سنه ومحتاج تعمير. ليش ما معمري؟ ليش ما سادين الشارع بالتراب والرمل والطابوق والحديد والحسو؟ يعني بعيدا عن هاي السلبيات، احنا جوارينا كبار بالعمر، يعني رجال هو وزوجته متقاعدين، فما نريد نزعجهم بصراحه بالعمال والخباطه والدريل. ايش بيكم شباب؟ يعني عادي هاي غير. تعقيب أخير، أنت شنو تعليقك؟ أنا ما يهمني في مال. لا منو جوي؟ حاجيني محصور. منو بالحمام؟ ما عليه. ما عليش. لا لك هاي بغداد الحلوة، بغداد الجميلة، بغداد الأمينة، شي يريدون من عدها؟ لك هذا الإرهاب شي يريد من عدها؟ ما تقول لي حموشي، أكيد تفكر بنفس الموضوع اللي أنا دا أفكر. لا سيد، موضوع أكبر. شنو حموشي؟ سيدي نهار دجلة إذا سوب ما تشريب كم معون يصير؟ حموشي أنا دا أفكر بموضوع أكبر، إذا ترسنا دجلة كلها تايد وغسلنا دماغك برأيك ينظف؟ سيدي إيش قدير رادلنا تايد؟ زين ماكو أمل دماغك ينظف؟ لا سيدي، الأولى أسهل. حموشي
أني كلش حاب ثقتك بنفسك العالية. سيدي عندي سؤال. اسأل حموشي. سيدي احنا طالعين واجب والقوات كلها منتشرة، ايش عجب الارهابيين يلتقون بابو نواس؟ انا جاوبك حموشي بابا، العبوات انواع، اكو عبوة تي انتي، اكو عبوة سي فور، اكو عبوة جاجيك. هم يجون لابو نواس يلمون الجاجيك من الملاهي. ليش يقول لك انتشار الملاهي في بغداد قنبلة موقوتة؟ هذا السبب. سيدي لعل ليش يسموه مزة؟ راح اشرح لك هاي هم وفهمك اياها. الجاجيك من ينخبط ويا الكبريت يسوي هزة، من ينخبط ويا العرق يسوي مزة، ومن ينخبط ويا التشريب يسوي فزة. خلاص لحد انا بعد من نشرب ما اخلي اي جاجيك من الموضوع. لا هيك راح يسوي هزة. واحد تن 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 لا 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 تن تن. منو شارب بيرة؟ منو شارب بيرة؟ ألف مرة قلت لكم لا يشرب بيرة، لأن البيرة تطلع من التون أدب سيسية. نعيد. اثنين تن 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 لا 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 تن تن. هم طلع من التون، هم طلع من التون. أوف اطفي المي. آخر مرة راح نعيد. ثلاثة تن تن تن. سكارة أدب تجي. والله والله العظيم ايش شغلك هيك؟ شوف العرق. زين هسه نسوي نداء خاطر شنو؟ يكثفون تواجدهم بال... سلام عليكم. عليكم السلام. احنا بس هم عاوزين، ما عندنا لا شرب ولا مزة دعبل منا. لا عفوا بس خلي افهمك، احنا عاوزين تن. تن شنو؟ ما راح يفتهمني شباب. واحد اثنين شيل تن 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 تن. ايش عجب الاخ شارب بيره؟ حاولت نصحه العار هاي قدامك، قلت له البيره ما تطلع تن، اللي يشرب بيره. حبايب قلبي واخوتي واصدقائي، انتم مرتاحين وانا ما ارد اخذكم. اتجرون منا لا كسركم تكسر. عفو استاذ، انت على راسي وجهك مبين طيب وبشوش. عرفتك انت من تسكر تقوم تحب، تحب ابوك على راسي، تحب امك على راسي، تحب اخوك على راسي. يعني راسك ينقلب كيه وكلها تصعد بي. انت ويلي واصدقائي على راسي. هقلك تشمر شارع ما خلفك. حلو، هذا من يسكر يقوم يبيع على العالم كلاوات وينعفين. ليك احتم نفسك ليك. ليش تضرب؟ مو جاي نحكي؟ ليش تلحشة؟ مو جاي نضرب؟ ترى جيب جمالك عليك، ترى جيب جمالك عليك، ترى شمر طابوك على سيارتك، ترى شمر سيارتك على طابوك. شباب إذا جان ضايقكم إحنا آسفين ونعتذر، يعني خاف سمعناكم حكاية مو حلوة، حلينا صوتنا، زعجنا العالم. مرخصتك أغاتي حبيبي، مرخصتك علاوي، مرخصتك سترتي، مرخصتك بنطروني، مرخصتك حدائي، اعذرني قميصي ما مدقمه. عرفتك انت من تسكر تصير مؤدب، عبالك واحد شايل كرتونه يفتر بالشورت تقضيها من رخصتك. من رخصتك سيد الهدف اقترب والشباب متابعين على السي بي اس. ليش ما يتابعوا على العربيه احسن؟ السي بي اس اعلاناته هواي. صدق مخطوب ويا فلانة. هسا هذا من طلع لي بهالليل؟ صدق باكر يزفونك. شو اسوي لك هالسالة؟ عسى انه لا يجي باكر واشوف الدمعة في عيوني. المطلوب شنو؟ احب وحدة هي ترقص من الملهى. اي انا وراها من ملهى الملهى، من قاعة القاعة. ابو الخط ما لا تعرف، ابو الصالة عرف، ما تنزل على الطاولة ترقص بس على الستيج. والنعم واحب اموت عليها بس اهلها رفضوني. زين يا اخي السعوف احب وحده ثانيه؟ ما اقدر. الله يساعدك. بعدين انا شاب ملتزم خط معروف. شلون؟ من الكيت للبيت، من البيت للكيت. الله سيد عفظه العطله، خلينا نطلع الواجب. سكروا سكروا، من شربت واكتفيت وكافي. يعني ما اكتفيت انت ورحت للبيت؟ مو بيدي. لا عاد برجلك، لك بابا احنا عندنا واجب. واجب بالروح اشرب يا حبيب واجب. لك بابا الهدف راح يروح. مباراة 90 دقيقة. ألو؟ نعم سيدي.
ها صدق؟ شكرا سيدي. بشر سيدي مو هذا الارهاب ابو الجاجي بعد ماكو جزه. اليوم انت حصتي، اليوم العب بيكم لعب كلها قدام التوقيف وعلى المعزوفه مالتكم. يلا تن 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 تن. وارجع واقول لك هي المسابقه المرخصه الاولى بالعراق. اليوم ويانا الاخ وسام فايق مدير مشروع 60-90. انا حاليا اقدر اعرف ايش قد نسبه مشجعين الزوراء وايش قد نسبه مشجعين الجويه وايش قد نسبه مشجعين الحقيقيين. اذا نريد ندخل القرعه فقط مره واحده هي ب 100 دينار، إذا أردنا ندخل التثمرات بالتثمية دينار هاي لليومية يومياً. سبع رسائل من التثمية تسوي لنا رصيد 2100 دخلنا الأسبوعية أسبوعية اللي أو نرسل الأسبوعية مباشرة من ندز 2000 دينار مرة واحدة. يقول لك أنت ما تدوخ نفسي أنا يومية استقطع استقطع أنا لا هذا 2000 دينار انتهت خلاص دخلت بالسحبة الأسبوعية أسبوعية. السحبة الشهرية هي أنا لازم أجمع 10,000 نقطة. قيمة السحبة هي شنية؟ سيارة بقيمة 20 مليون دينار مقدمة من شركة سانجيان، وهذه أقدر أوصل لها يا إما بإرسال خمس رسائل من 2000 أو برسالتين من 5000. رسالة 5000 نرسلها نكتب مثلا رقم 4 بصفة 5 تمام 45 هذه الجوية و85 للزوراء 55 للسامراء و65 للطلبة تمام. وأني بالسنوية اللي على مدى أدخل على قرعة البيت اللي هو قيمته 200 مليون دينار هذا ايش قد لازم أجمع 200 ألف نقطة فما فوق 100 رسالة من 2000 بالضبط تدخل باليومية 300 دينار تدخل بالأون ديماند اللي هي مرة واحدة من 5000 و2000 بالمناسبة أنت تقدر تعرف أيضا رصيدك من النقاط ايش قد شلون؟ بإرسال بوينت إلى 60-90 أو كلمة بوينت أو كلمة نقاط إلى 60-90 حتعرف رصيدك ايش قد. جول 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 القرعة راح تصير لايف لأول مرة بالعراق تمام، والقرعة هذه راح تقام بين الشوطين ما بين الكلاسيكو العراق في مباراة كلاسيكو العراق بين الزوراء والجوية إن شاء الله. أنا حاليا نسبة مشجعي الزوراء هم الأعلى بنسبة 47% عن بقية الأندية اللي مشتركة. يمكن أن ندي يروج بالبرنامج الزورائي أساسا ودعتك ما أدري. عندنا موقع على السوشيال ميديا على الانستغرام نادي المشجعين 60-90 احنا طلعناه بالحلقه اللي بالضبط اي وهسه احنا بدنا نشوفه قدامنا نفس الموقع. حننشر قبل ساعات من القرعه الارقام مشفره اكيد حتكون ثلاثه ديجيت ثلاث ارقام مشفره ننشرها على الصفحه الكل يقدر يطلع عليها الارقام اكيد هي مو يعني لازم تشفر على مود سريه المعلومات صح حمايه الناس بالضبط كل رقم إلى تسلسل كل رقم تليفون إلى تسلسل احنا حنسحب وفق التسلسل. انا اشكرك استاذ وسام الله يخليك استاذ العزيز ونلتقي بالحلقات الجايه ونسولف اكثر عن الموضوع. شكرا جزيلا ان شاء الله. شكرا جزيلا تشرفتنا استاذ الله يخليك لنا شرف. روح الفاصل على الإبراهيمي للعراق وللعراقيين دائما وأبدا. شارع مولوي سوق مولوي بسليماني راح نسوي لقاءات ويا الناس من أمام الجامع الكبير على الإبراهيمي. مصدر القوة مالتك اللي يخليك دائما طموح وناجح. من برتي تحكي لي حكاية حلوة مو تحس دقلة شوية تعطيك طاقة إيجابية للشغل ولا من زوجتك تقول لك تحكي لي حكاية حلوة أكون أنا منطلق. قلي له حكاية حلوة ولو بكذب عبالي مخبل هسه مو تقدر بيوم تخلي اغنية بالمونتاج. قل له تعرفون علاء الابراهيمي النجم علي العلم الابراهيمي انا نسيت نعم على اليوتيوب مال بوتشينا ناس نسير يوتيوب ناك نا والله جم يعني العالم كله يعرفه الله يهمش يعني اي ناسر شلون اي ناسر والله اي ناسر. قل له شلون داخل حسن مثلا هسه هو يعرف داخل حسن بس قل له يعرف الله يوفقه داخل حسن لا انا
السلام عليكم سيارة شاو كاكل. نسوي دقيقة يا أخو. أنا حتى في كردستان يعرفوني بس شنو يعني شوية ما لهم خلق. تعرف على الإبراهيمي أكيد. أنا على الإبراهيمي. راح نعيد راح نعيد. شلونك على الإبراهيمي نقول؟ محمد سديت الكاميرا مو؟ من جديد؟ السلام عليكم شلون احوالك؟ ابراهيمي شلونك؟ شلون صحتك؟ جيت بك هنا بسليمانية بدول عمرك الله يسلمك. يلا يا طعمة يلا يا حلوة. أنا أتنبأ، أنا عندي تنبؤ قوي. أنت محسود وش قد غدرك الأصدقاء دائما تغدرك بظهرك وتنطل عندك والما عندك. هذا منظومة إعلامية. منظومة إعلامية؟ طالع وين هسه على الراديو؟ هل أنت مؤمن بسيكولوجية الفرد العراقي؟ شنو رأيك بالحب الافتراضي؟ شنو رأيك بالعولمة الجديدة اللي قادت المجتمع للمجهول؟ شنو رأيك بخواطر اللاشعور؟ شكرا جزيلا انه انزحمناك حبيبي. شكرا جزيلا. خنسوي لقاء وبعدين ناخذ صورة. شنو رأيك بالعولمة الموجودة في داخل الإنسان الذي يحاول أن يكون على قدر المسؤولية بمواجهة المجتمع أثناء تعمقه بالمجتمع ثم يصدم بأشياء أخرى؟ ناخذ صورة؟ كان معكم من قلب مدينة السليمانية على الابراهيمي.com. رحم الله والديكم يا بي. مدلل البيت خطبنا لعروسه الغالي خطبنا لعروسه. تبتعوا بنحكي احلى شيء بالموضوع ما عندها خوات بس دول الاثنين يعني مشاكل ماكو حد. انت صدقت شيء؟ طبعا لا شيء. لك بابا لو ما تخت ولا هذول دخل راحتك. مدلل البيت خطبنا لعروسه الغالي خطبنا لعروسه. يابا صار لنا ساعة قاعدين. لينا وين؟ بما بعد عنا رجع تستوي. أقول لك هاي ترى الليل؟ لا مو أي ما أقول لأن أنا يعني الليل ما يرهم على بشرتي. زين بس شوي أقدرها تجي على قياسي يعني أنت طلع باكر. إيه ما ودي الليل صدق كذي. زينة. لا لطيف الخامة حلوة. اي بس ليش راديلها قميص تي شيرت لونه مثل وين مثل هذا اللون اللي لابسه والهيك كانك في قلبي. ها تريده يعني هو لين هم يستر. اي لا تدل وسانتا بس قول حبيبي غسل تعرف ده نظيف. اي بس هو يعني هسه اللبسه او سنقصها يعني شغلتين حتى تكمل. بنطلون وحذاء مثل هذني اتمنى يعني. بالضبط جواري يا عندي ما غير جوالي باني. اي عفو ما يصير من حق الحلك ملعونك قاعد مسولف له مشاريع محفظه وياه. انت شنو قاعد هيك ما تستحي ما عندك اخلاق؟ ها شنو قاعد مصلخ عندنا بالهول؟ ها شنو ما تحترم حرمه البيت؟ شنو مصلخ ببيتنا؟ شو انت ما تستحي؟ انت خلق خاطب اختنا. مو يا اخي شو اسوي يا اوسه؟ اخوك وسام ما ترهم لغير ملابسي. يا ابو النفس الطيبه يا ابو الراتب يا راح حزام الظهر لك دعوف نحكي. راح خالي راح صدق لو كان ابو خال والي انكسر ظهرك ابو الهيل والله ابو الهيل. شنو خطأ ايه؟ يمكن عندهم عائلة وفاة احتمال. السلام عليكم. لكم مال خالي يا ناس يا حالة. يا بخاتمة الأحزان إن شاء الله بقي بحياتك أبو الهيل. والله عليك وز هذا خالي أنا دفنه ولا ودي بسيارتي يا أبوي. أنا أحب هاي الثقل عندك بس يعني مو كلش. شنو قصدك بزعفتي؟ أنا فهمك احنا اليوم محتاجين السيارة مالتك لان عندنا زفة ما صاحبنا نزروقها نزفها ونرجع لك. هاي قبل الزفة ورا الدفنة يعني هسه خالك مو غريب الدفن على راحتكم. يلا يا شباب ايدكم ويانا. ابو الهيل ابو الهيل انت صاحب واجب. يلا حبيبي يلا لا تستهي يلا يا ولد.
مدلل البيت خطبنا لعروسه الغالي خطبنا لعروسه ذاك اليوم يفشك ذاك اليوم يمسح لك ذاك اليوم يمسح بيك القاع ذاك تعب نهد لك اذا اشوفك مساحه غير اموتك تموت ذاك شلك انت وفريقك الشعله وتسعه برشلونه ما مسويها لك بس انا خزن لك لك ها ابو نسب اوسع ترجاك لا تلزمني اليوم انا على والديك من يلزمك ماني شعله بهاي المشكله انت لا تندك كب احنا جايك بشغله انا اعرف شو اسوي لك انا اعرف شلون اهينك بس خلي فض الولد قول اوسع مو على مود تجاوز محتاج الحذاء ماتك لان عنده لعبه شويه مهمه اي تدلنا صدق شد الفرح لك اليوم ما نعرف شو اسوي بيك محتاج شيء من عندك قبل الروح اي بعد تعطينا الدريس والشورت بلا زحمه اوسع تتامر صدق شد انا لك كفيت انا لك ينماط بس شنو لا حد يلزمني بس اهدى على ده يعني تعطينا الحذاء بدون جوارب والله فاتتني بس شنو لا حد يلزمني اوكي اوسع فاني لما تفيدك لا ما اريد اوكي لك انت لك عارف الاخوات تعال لك شو انت ما تستحي لك ما تخجل ما عندك اخلاق مو عيب عليك ما عندك ادب صدق كذب ما عندك ذوق لك شنو جانا مصلخ للبيت والله انا حتى لو مبدل انتوا راح تسلبوني فاختصرت الوضعية اجيتكم سفري النهضة العمرانية اللي شفناها بالمتنبي واللي حكينا عنها كان لرأس المال الخاص الوطني اللي موجود داخل العراق دور مهم بهذا الموضوع بمساعدة حكومية فاليوم ويانا الأستاذ علي طارق المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة اللي كانت متبنية هذا المشروع بداية أرحب بك أستاذ زين أنت ضيفنا اليوم نريد نحكي عن هذا المشروع شلون بدأ شلون صار شارع المتنبي شيء مهم كلش عند المثقفين وعند العراقيين بشكل عام يعني شكرا جزيلا أستاذ علي بالتأكيد أول شيء يعني مبارك افتتاح الشارع وهذا ليس فقط لأهالي بغداد وإنما للعراقيين جميعا وللعراق لأنه هذا الشارع هو جزء من تاريخ البلد وإرثه العمل في هذا الشارع تم من خلال صندوق هذا الصندوق تكون في تبرعات من المصارف الخاصة في العراق بشكل دوري كانت هناك مشاريع سابقة ساحات بغداد ساحة الفردوس مشاريع كثيرة صح الآن وصلنا إلى شارع المتنبي طبعا اللي يشرف على هذا الصندوق البنك المركزي العراقي ورابط المصارف الخاصة العراقية تدير أعماله وتوجه هذه الأموال أو العمل في مشاريع لها تأثير اجتماعي ثقافي تنموي كجزء من واجبات هذه المؤسسات تجاه المجتمع فالعمل اللي بدأ من عمليا على الأرض من شهر الثامن 2021 السنة الماضية كان بالتعاون مع أمانة بغداد الصندوق بدأ يعمل بكوادرة بالموظفين والمهندسين اللي طبعا نوجه لهم الشكر لكل عامل عمل في هذا المشروع ولكل مهندس ولكل مشرف بدأ العمل على شكل مراحل مراحل تخص البنية التحتية للمشروع مثل أعمال الكهرباء الأرضيات واجهات البنايات طبعا هذا اللقاء ما مدفوع الثمن احنا الناس أصدقائنا يعني أنا ما أعرف أول ما بحثت بموضوع المتنبي انصدمت أنه يعني شنو رابطة مصارف خاصة المصارف دائما عليها لغط أكو دائما محاولة إثارة لغط على أصحاب المصارف بالعراق فهنا أنا جيت قلت ما يخالف بالبداية خلي الناس تقول أوكي علي فاضل ممكن ماخذ من علي طارق فلوس وجاي حيموش القصة أنا حاب أنه يبقى واهسكم مستمر مثل ما سويتون شارع المتنبي تسوون أشياء أخرى هذا الموضوع ما ضايقكم أنه محاولة الناس بعض الناس أنه يقولون أكو نوايا لتبييض صورة أو تلميع
صورة المصارف هي وراء هذا المشروع؟ نعم، فكرة الصندوق بشكل عام وليس فقط شارع المتنبي هو جزء من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة، وهذا موجود ليس في العراق فقط وإنما في أغلب بلدان العالم. أي مؤسسة تعمل في مجتمع تحقق من عنده عائدات يجب أن يكون عليها واجبات تجاه هذا المجتمع. اللي بديناه قبل تقريبا 5 سنوات أو أكثر من بدأ مشروع الساحات اللي كان هو الخطوة الأولى لهذه المشاريع، وشفنا الموضوع يعني نجح بشكل ممتاز جدا وكان في تأثير على محافظة بغداد. اليوم أكو عمل في ساحة الحسنين اللي من جسر الطابقين، ممكن أي واحد يشوف هالعمل بها مستمر حاليا بعيدة عن أي مصالح شخصية، والدليل بأنه إحنا مطلقا ما نذكر أسماء وإنما نذكر مؤسسات اللي نعمل بها، وتقدر تشوف اليوم الشارع لم يذكر باسم أي شخص من اليوم الافتتاح إلى هذا اليوم، وإنما دائما نقول إحنا مؤسساتنا، إحنا بالأخير نعمل من أجل هذه المؤسسات. أنت دوركم انتهى بعد ما سلمتوا الشارع؟ بالتأكيد نعم. هسه المفروض شارع متنبي محتاج حتى يصير أفضل بعد أفضل مما أنتوا سويتوا؟ مسألة الإنارة والتنظيم والترتيب كانت مقصودة ليكون شارع أنه يشتغل بالليل، أنه الناس تقدر تروح تتمشى تقعد. أنا اللي يفرحني هسه حالياً بأنه أهل المكتبات يوم على يوم دا يزيدون، يعني إذا رحت قبل أسبوع تلقى 2 مفتحين، اليوم أكو 10 وأتوقع أسبوع الجاي يصيرون 20 وهكذا. طبعا إذا أكو سوق مفتوح ليش أنا ما أفتح يعني؟ بالتأكيد، بس إحنا نتمنى أكو اهتمام يصير أكبر بالمنطقة المحيطة. هذا طبعا مو من ضمن واجباتنا وعملنا حاليا، ولكن يبقى الشارع أنا برأيي حيكون نقطة جذب مسائية ممتازة جدا، نقطة آمنة قدر الإمكان، مكان مريح ممكن أنه واحد يتمشى به يشبه أي داون تاون خارج العراق. يمكن جزء الخدمات اللي موجودة به لحد الآن مو على قدر المستوى، ولكن أنا برأيي هذه تحت الصاعد بمرور الوقت. قبل الختام أنا يعني ألمني شيء واحد بالموضوع كله، أنه من رحت أنا شخصيا دا زور المكان، يعني لحد ما وصلت الشارع كانت روحي مكروبة، أباوع الدنيا ظلمة والماكو إنارة قبل الشارع. من دخلت الشارع حسيت نفسي رحت الدولة ثانية. نعم. فأتمنى من الناس القائمين على هذا الموضوع أنه يساعدون الناس اللي سووا هذا الجهد الجبار بدون مقابل، أنه يخلون هذا المنطقة المحيطة مثل ما سماها أستاذ علي طارق تكون همينة بنفس المستوى أو بمستوى مقارب، لأنه الناس محتاجة ترفيه متكامل حتى ينجح المشروع. شكرا تأكيد. شكرا استاذ علي على حضورك ويانا، واني فرحان اللي سويتوه وادعوكم للمزيد. احنا هنا هدفنا وحيد بالاستضافه هذه انه نشجعكم اكثر واكثر حتى تسوون مشاريع اخرى. تأكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. اشكرك. شكرا جزيلا استاذ علي. نروح الفاصل. لك تحكي عنا وارس بكيفك انت؟ لك احنا الزوراء وهذا ما خسرنا الشرطه، لك احنا فريق عظيم، لك ماخذين بطولات وكتش على راسنا، انت ما عليك. ما عليش. لا بالختام عندي هوايه شغلات اريد اسولف بيها، راح احكي بيها بشكل مختصر وسريع. اول شيء حلقه الجايه عندنا مفاجاه تخص ابو الصوت، انتظرونا، يعني بيها محبه عاليه له، وهاي يعني اقل شيء نوجب به على الأشياء العظيمة اللي دي يسويها ويانا خلال مواسم ومسلسلات وهو اشتغلنا. الشغلة الثانية اللي عندي أحب أشكر سلام الخياط اللي كل الأزياء اللي تشوفوها بالبرنامج هي من خياطة سلام، وهو واحد من أفضل الناس بالعراق اللي يسوون تفاصيل أزياء الدراما وهاي الأشياء الحلوة اللي تشوفوها، ومو بهذا الموسم، بالمواسم اللي فاتت همينة. يعني هاي الفيديوهات اللي طلعت، احنا يمكن طلعنا فيديو واحد من فيديوهات الدراما اللي حكينا عليها مال الفيديو ابو تحسين، احنا مو ضدهم ابدا، بالعكس يعني هم تحت اي ظرف دا يحاولون بشكل بمحبه عاليه وشغف عالي انه يعبرون عن نفسهم. واستمروا، كنا نتناقش قبل الحلقه انه هل ناخذ هاي الماده ونحكي بها لو لا، بس قلت لهم لا، هو بيدعم من جانب آخر هذا الموضوع وبيدعاية لهم، وهم عاشتيدهم على الأقل بهالإمكانيات البسيطة هم دي يطلعون هاي الدراما. أنا أعرف قناة 13-14 سنة تطلع هيك نوع من الأعمال
مع كبار المحترفين اللي موجودين بالعراق، هم نطلع نفس هالأعمال. وإذا طبع الميمز العراقي راح تلقى شقد محششين على أعمالهم. والسنة همنا عندهم أعمال، هاي القناة داحكي عليها هم عندهم أعمال السنة، وإحنا همنا منتظرينهم سواء على صعيد جودة الإنتاج وجودة الصورة والصرف مالتهم. يعني راح نكون كلش شفافين ونزيهين وأمناء بهذا الموضوع. فبالختام أنا أحبكم هواية، واللي تسووا شيء عظيم استمروا بفيديوهاتكم، وهذا الشيء للتسلية بالدرجة الأساس. ابقوا تسلوا وطوروا نفسكم، وأنا متأكد أكو هواية ناس راح يبدون بهالفيديوهات البسيطة حيصيرون صناع محتوى مهمين بالمستقبل. نشوفكم حلقة جديدة، ونقول لكم في مالا من عدا بالصوت من عدا أصدقائي اللي سألت عليهم بالبداية. هذا البرنامج برعاية مجمعات حوراء بغداد السكنية. هذا البرنامج برعاية. دزيت لك الفحوصات. يعني وين؟ وين احنا؟ هنا ببلدنا العراق، مدينة فاروق الطبية بمدينة سليمانية. بعد ما تحتاج تروح برا البلد حتى تتعالج، هنا عندنا فريق طبي متمرس ومجموعة أطباء أخصائيين بكل المجالات من كل الدول العربية والعالم، ينطوك الصحة والعافية اللي تستاهلها. كل الأجهزة والأدوات الطبية المتوفرة بالمستشفيات العالمية موجودة هنا مدينة فاروق الطبية. هنا ما يحتاج تسافر لغير بلد وتقطع طريق طويل، هنا ببلدك موجودة وحدة من أحسن مستشفيات العالم، صحتك تستحق الأحسن. مدينة فاروق الطبية، رائدون في مجال تقديم أفضل الخدمات الطبية بأنسب الأسعار في المنطقة.